سمكة الكنعد ما تقارب عند قوارب الصيادين إلا إذا توفر الجش اللي يشدها، وبحسب خبرتهم يتوجهون لمناطق صيد الجش والدردمان والجد. عاشة تعالي صوبي عشان يأخذون راحتهم في الكاس. هذه الطريقة نحن نسميها طريقة الشب، نطلع فيها يعني نوع معين من أنواع السمك، بس الشب بالنسبة لنا أسرع لأن نحط ست هوكات يعني ست ميادير فنطلع كمية أكبر. بعد ما حصلوا على كفايتهم من الجش اللي بيصيدون فيه الكنعد، تتحرك قوارب المتنافسين بمكاين قواربهم السريعة لمناطق صيد الكنعد. سعيد 255 4 ميل بتشوفني، اتجاه 255. توفق للصيد الطيب ان شاء الله. الحين نحن وصلنا ننزل جشاتنا. الحين ياسين نشتش السمكه الحيه، هذه السمكه هي اللي تجيب لنا الكنعده ان شاء الله. بسم الله. الطريقه هاي لازم يكون واحد شوي على الاقل متمرس، لان المعابي هذه الهوكات وايد خطيره الصراحه، فالواحد يكون حذر. الحين نحط قياسات، الحين لان نزلنا اربع سنارات وكل سناره قياس معين على اساس لما تلفح. نحن تقريبا اذا انت عندك عمق البحر 30، يعني تقريبا تقدر تقول انت تغطي 30 متر تحتك. شوف السمكه هاي اكثر شيء موجوده في الفجيره، ونادر ما تدخل عندنا هنا في بحر ابو ظبي. غزاله. انا ما اعرف اذا حد جرب يتوح غزاله بحر، ف والله بنجرب نحن الحين، واذا جت عندنا بنقول يعني ان الغزاله تصيد. يوم قال جاسم بيعقها حق الكنعدة ضربتني غصة شوي. الغزالة مش ريا هي ومرعاها على قولتهم، شو اللي تحصله قدامها؟ شو البوفيه اللي انت تنزل له اياها؟ شو اللي عيبه من البوفيه؟ خلاص يعني مرة كل يوم تاكل دياي ولا سمك؟ في خاطرك سوشي ولا لحم؟ خلاص يوم في خاطرك سوشي نزلها سوشي، دلعها. يعني راشد ساعدني يوم اشد السمكه، اشد فيها الميادير، وزايد كان ماسك الخيط، وحمد يسوق الطرات، فكل واحد يسوي شيء. انا وحده ثانيه بخليك. يلا خلاص مش. ومثل ما تشوف احنا من نصيد الجش اللي صدناه اليوم الصبح ونعقل خيوط، خلاص من نعقل خيوط قاعد سوالف نطبخ اكل وكذب، اهم شيء الكذب. بس في واحد اللي هو يجي خساره اكل، خساره اكل ونوم. اي والله موجود الحين قدامي راقد. روح صوره شوف بتحصله من سدح راقد بس ياكل، خلص علينا الاكل ما خلى لنا شيء، ياكل وينام بس. اوب 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 اوب، شو هذا الكلام الكبير؟ نعم هذا فول. فول وبيض واللي تبيه. الموضوع مو بس شكشوكه طلع. لا شيف عالمية عاشة. صراحة مطلوبة الحين. أنا قلت لك مش مطلوبة. يعني صراحة.
مثل كل الرياضات الجماعية، رياضة صيد الكنعد فيها مواقف وسوالف تقصر الدوب على الفرق والموجودين في القوارب. البحر عالم ثاني، كل ما فيه بالنسبة لي حلو، حتى الموي. عطني البكر هذاك زايد. لا لا الثاني، انا ربطت سيم غلط بعد. وين بو خرج؟ هات هات. حاليا يعني البطوله تشجعنا اكثر انني انه في جوائز وفي فعاليات، في منافسين، ما نكون بروحنا، فيكون في تشجيع يعني حق هذا الشيء. كوني ونصيد يعني مالك سيده سيده نمشي. وكل حد يستفيد من هالمسابقات، اللي يبيعون السنانير، اللي يبيعون الميادير، اللي يبيعون اي شيء، كل حد مستفيد من هالمسابقات. والله هي هواية يعني، أنا من صغري أصيد، من صغري في البحر، فهي هواية يعني، وما زلنا محافظين عليها الهواية هذه. الواحد دائماً يوم يعق خيطة يتفائل بالخير النبتي، السمكة، ومرات تصيب ومرات تخيب. الحين بتسمع إن شاء الله الماكينة تغني. كيف تغني إبراهيم؟ تسمع صوتها، تسمع صوتها.